تنامي مأساة القاطنين في مناطق سلطة الأسد مع دخول فصل الشتاء وغياب الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار. صحيفة واشنطن بوست تقول إن حالة غضب تسود أروقة البنتاغون مع تصاعد الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في سوريا. مخيمات الساحل الغربية إدلب بلا تدفئة، ونازحون يناشدون تبديل خيامهم التالفة مع حلول فصل الشتاء. أهلا بكم إلى نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. تزداد معاناة السوريين القاطنين في مناطق سلطة الأسد خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الأسعار وازدياد ساعات تقنين الكهرباء مع انخفاض ملحوظ في تأمين المواد الأساسية في الأسواق. المزيد في التقرير التالي. مع كل غروب يزداد ليل القاطنين في مناطق سلطة الأسد قتامة، وتزداد صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للعائلات خاصة مع دخول فصل الشتاء. بحسب شركة محروقات التابعة لسلطة الأسد، فإن 40% فقط من مازوت التدفئة وصل محطات الوقود في المناطق التي تسيطر عليها، مبينة أن الدفعة الواحدة مقدارها 50 لتر مازوت بسعر يزيد عن نصف مليون ليرة سورية. تردي الوضع المعيشي هذا دفع شابا لقتل شقيقه في قرية المستورة بريف حمص الغربي بعد خلاف على استلام اسطوانة غاز من المعتمدين في القرية، وفق مراسل حلب اليوم. غياب الاهتمام يزداد يوما بعد يوم. الأمطار الغزيرة والسيول المتشكلة في شوارع دمشق كشفت عجز مؤسسات سلطة الأسد عن مواجهة غزارة الأمطار، كما انقطعت الطريق بين طرطوس ودمشق نتيجة الانهيارات وغزارة الأمطار. هذا الطقس تسبب بغياب الكهرباء عن دمشق، حيث وصلت ساعات التقنين الكهربائي بشكل مفاجئ إلى أكثر من 7 ساعات متواصلة مقابل نصف ساعة وصل فقط، ومن دون سبب واضح أو إعلان رسمي. أما أسواق مناطق الأسد فما زالت تصعد بأسعارها دون تأمين المواد الأساسية بكميات تكفي المواطنين القاطنين هناك، لتبدأ دعوات باستيراد اللحوم المجمدة ومواد أخرى للتغلب على ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، في وقت توقع فيه عضو مجلس الشعب التابع لسلطة الأسد محمد زهير تيناوي أن ترفع حكومة الأسد الدعم عن شرائح معينة من السلع رغم وجود دعم جزئي لبعضها حتى الآن. ويعاني السوريون في مناطق الأسد من خدمات شبه معدومة ونقص في الاستجابة للأزمات وارتفاع الأسعار غير المحدود في الأسواق، ناهيك عن قلة المواد الأساسية فيها، يضاف إليها إصدار قرارات وقوانين اقتصادية تمكن المتنفذين من زيادة ثرائهم على حساب المواطنين. للحديث أكثر ينضم إلي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسام النجار من فرنسا. أهلا بك سيد حسام، إلى أين تسير الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الأسد؟ بداية أصحاب الله صباحكم ومساكم الكل. طبعا نعلم أن الدولة السورية هي دولة كانت فاشلة جزئيا، الآن أصبحت فاشلة بالكل، وبالتالي الوضع الاقتصادي السوري من سيء إلى أسوأ، وزادت هذا بعد قيام الأسد يحكي على الشعب السوري، وكان جميع يخضع إلى سلطته الآن مرين، لا يمكنهم تأمين ورد اليوم ولا يمكنهم تأمين حتى أدنى مستوى الحياة داخل سوريا، ذلك أن الراتب لا يكفي، وبالتالي يعتمد كبير منهم إما على سرقة على الرشاوي أو على الفساد. الجزء اليسير يسير والذي يعتمد على الأموال التي تأتي من الخارج، وخاصة أولاد المقيمين الذين هربوا من النظام والاحتلال الذي لسوريا. بالتالي نجد أن معظم السوريين يعيش على المعقول، ومن يعيش من أموال الداخل هم مرتزقة، ودفاعنا الوطني وكذلك الشبيحة التي
يقومون بعمليات القتل وعمليات القتل أجل حتى ما الحرب السورية تحدث إلى الأسباب. نعم سيد حسن، هل هناك بوادر، إن كنت تسمعني، هل هناك بوادر لتحسين مستوى المواطنين في مناطق سلطة الأسد؟ سيد الكريم، لا يمكن لعدة أسباب. أن هناك من يتحكم بهذه الأموال التي تدخل إلى سوريا، لنعلم أن معظم الأموال التي يتم تحقيقها بالعملة الصعبة، العملة سواء كانت بالدولار أو باليورو، يتصرفها النظام وبأسعار يحددها النظام تحديدا، وبالتالي لا يمكن أن يتحسن هذا الوضع ما دام سلطة الأسد تجلس على الصدور، وما دام هناك متحكمون في كل وسائل الاستيراد والمبيعات داخل سوريا. نعم، بالحديث عن هؤلاء المتحكمين، يعني على ماذا يستند الأسد باتخاذ قراراته الاقتصادية؟ يستند على هؤلاء، هو يريد إنفاع بعض الجهات التي تعمل لصالحه تستفيد من ضعف سلطته، بمعنى أن الشبيحة، رجال الأعمال ورجال المعيين الذين يقومون بعمليات مصلحة. على سبيل المثال يا سيدي، وليس هو يتعاون مع حسام قاطرجي، حسام قاطرجي الذي بنى على تحقيق الدخول أو الإدخال للدخول داخل سلطة النظام. الآن أين حسام قاطرجي؟ هل ليس حسام قاطرجي الآن التي تشقت لشبيحة؟ النظام يعتمد على مجموعة معينة، كما أراد أن يستثمرها لمصلحته في الأموال يأخذ منها الأموال ورفع أسماء أسرها الآن يعملون على تصفيه جيوب المواطنين بشكل كامل لكي يتموا أو يبقوا خاضعين للسلطات بشكل كامل. أشكرك الأستاذ حسام نجار، كاتب صحفي ومحلل سياسي، كنت معي من فرنسا. تعاني مناطق سيطرة الأسد فقدان عدد كبير من الأصناف الدوائية بما في ذلك الأمراض المزمنة، في حين تشهد الأصناف الأخرى ارتفاعا حادا في سعرها، وفق ما نقل مراسل حلب اليوم في مدينة دمشق وريفها. وأضاف مراسلنا أن أسعار الأدوية تختلف من صيدلية لأخرى، حيث يلجأ الصيدلي إلى رفع الأسعار بحجج مختلفة، منها تكاليف التهريب عبر لبنان والعناء الكبير، موضحا أن ارتفاع سعر الدواء مرتبط بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، عدا عن احتكار المعامل لبعض الأصناف وعدم بيعها وتوزيعها للصيدليات إلا بكميات قليلة دون رقابة من سلطة الأسد وفق مراسلنا. وأفاد مراسلنا بانتشار بعض الأصناف الدوائية المهربة من إيران أو لبنان أو العراق في الصيدليات، ما شكل خوفا من قبل الأهالي لعدم معرفتهم عن منشأها ومصدرها وطبيعتها. أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينسكو أن جهود الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا مستمرة رغم الأزمة الإقليمية الحالية. وأفاد ستوينسكو إلى أن الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة إلى حل مستدام للصراع السوري من خلال انتقال سياسي حقيقي وشامل بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، في حين بحث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون الوضع الذي يعيشه الناس في سوريا. وقال بوريل في تدوينة عبر منصة إكس إن الصراع في سوريا مستمر ولن ينسى. قالت صحيفة واشنطن بوست إن أعضاء في البنتاغون يشعرون بالإحباط جراء استمرار استهداف القواعد الأمريكية في سوريا، وطالبوا بتغيير الأسلوب المعتمد حاليا. ويأتي ذلك في وقت قال فيه وزير خارجية إيران إن طهران سترد على أي عمليات استهداف لمواقعها في سوريا. تستمر عمليات البحث الأمريكية عن طريقة الردع المناسبة لإيران في سوريا، بمعزل عن طبيعة علاقة البلدين في فلسطين والعراق والمنطقة، لا سيما أن ميليشيا إيران ماضية في استهداف القواعد الأمريكية وتوسيع نفوذها في سوريا. في أروقة البنتاغون ثم من يقول إنه يجب رفع وتيرة الردع لإيران. صحيفة واشنطن بوست قالت إن أعضاء في البنتاغون يشعرون بالإحباط من استمرار استهداف القواعد الأمريكية في سوريا، ويعتبرون الاستراتيجية المعتمدة للردع حاليا غير متماسكة ومحدودة،
فيما تساءل أحد مسؤولي الدفاع الذين لم تذكر الصحيفة اسمه عن تعريف واضح لما يحاول البنتاغون ردعه. الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أندرو تابلر فسر مهاجمة إيران لقواعد واشنطن في سوريا بأن تلك العمليات ذات مخاطر منخفضة وفوائد عالية بالنسبة لطهران وحلفائها كون قواعد اللعب ذات مرونة أكبر بحد وصفه. من جانبه توقع الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية مايكل نايتس أن تتجه الولايات المتحدة لتوسيع الهجمات العسكرية ضد الميليشيات في سوريا والعراق وضرب مصالح إيران الاقتصادية. ليس وحده الخبير العسكري نايتس من توقع ذلك. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هدد في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن طهران سترد بشكل صارم على الولايات المتحدة الأمريكية في حالة قيام الجيش الأمريكي بهجوم على القوات الإيرانية في سوريا. على الأرض تتعهد ميليشيا كتائب حزب الله العراقية باستمرار استهداف قواعد واشنطن في سوريا بحسب تصريحات أدلت بها الميليشيا، بينما يستأنف الحرس الثوري الإيراني تجهيز مواقع جديدة في مدينة دير الزور وفق شبكة عين الفرات المحلية، تحركات تسعى من خلالها الميليشيا على ما يبدو للتوسع في سوريا على حساب بقية الدول وحساب السوريين أصحاب الأرض. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ 79 عملية في العراق وسوريا ضد خلايا تنظيم الدولة خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين. وبيّنت القيادة أن العمليات أسفرت عن مقتل 13 من عناصر التنظيم واعتقال 78 آخرين. وأوضحت القيادة في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أنها نفذت في سوريا فقط 26 عملية خلال الشهرين الماضيين، 23 منها مشتركة مع قوات التحالف. وأدت تلك العمليات إلى مقتل 3 من عناصر التنظيم واعتقال 45 آخرين بحسب البيان. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أسواق البالا بالشمال السوري ملاذ للأهالي ومتنفس الفقراء في ظل غلاء المعيشة. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. يعاني آلاف النازحين في تجمع مخيمات الساحل على الحدود السورية التركية غربية إدلب من تلف خيامهم واهترائها لعدم استبدالها منذ أكثر من 5 سنوات وسط صعوبة كبيرة في تأمين مواد التدفئة لهذا العام. التقرير والتفاصيل. فصل شتاء جديد يقبل على آلاف النازحين في تجمع مخيمات الساحل على الحدود السورية التركية غربية إدلب، وسط حاجة ماسة لتبديل العديد من الخيام التالفة والممزقة التي لم تعد تصلح للسكن كما يقول النازحون، فيما لجأ بعضهم لترميمها عبر الطين بطرق بدائية، كأم أديب التي لم تستبدل خيمتها منذ سنوات عدة. قطع علي الخيمه ما بتبدي الخيم، قمنا رحنا فصلت قالب خشب مثل قالب البلوك ونزلت انا اولادي لتحت على النهر، شويه تبن وشويه سيان من دق عادي، وجيت تفزعت هالشباب كلهم طالعوا لي من تحت لفوق وعمرنا وتاوينا بها احسن من تحت المنتصات الخيمه تنقط علينا، قمنا عمرنا وتاوينا هالشكل. مع بداية الهطولات المطرية لهذا العام وثقت فرق منسقو الاستجابة تضرر نحو 11 مخيما شمال غربي سوريا نتيجة اهتراء الخيام وسوء البنية التحتية، فيما يفتقر جل النازحين لمواد التدفئة وسط غلاء أسعارها وضعف واقعهم المعيشي. يعني طول الحطب لا يقل عن 150 ل 160 دولار، ومنطقة جبلية وباردة يعني شديدة البرد. يعني هون عندنا منطقة مميزة وكان منطقة بتعرف انه هالشيء هذا فبرد شديد ويصير ثلوج يعني كذا مرة بالسنة،
والناس الله يساعد يعني ما محتاره منين انه بده يجيبوا تدفئه لهالشتويه، واغلب الناس يعني بدك تقول 90% من الناس ما عندهم امكانيه يشتروا لو كان 100 كيلو حطب. في عندنا 7000 خيمه مهترئه بمخيمات خربت الجوز، اغلبها يعني من 2016 يعني قديمه جدا. طبعا نحن عم نشتغل على انه يعني يكون في استبدال لهي الخيم، ولكن الاعداد عم تكون قليله جدا بالنسبه للعدد، هو 7000 خيمه عم يكون 10 خيم 15 خيمه، وعم نوجه نحن الاستبدال للاشد يعني ضرر. مع اقتراب البرد وانخفاض درجات الحرارة يجد آلاف النازحين أنفسهم أمام كارثة متجددة. من تحت خيامهم البالية لا يملكون سوى مناشدات تطالب الجمعيات الإغاثية ومنظمات المجتمع المدني توفير مستلزمات الشتاء. لا يجد النازحون هنا سوى بعض الحلول البدائية ضمن ما يتوفر من إمكانياتهم المتاحة في سبيل ترميم مساكنهم، علىها تصمد شتاء آخر وسط ضعف تأمين مواد التدفئة كما يقولون. جمعة أحمد حلب، اليوم من على الحدود السورية التركية، ريف إدلب. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلي السيد مصطفى السندة، منسق قسم المراقبة والتقييم في منظمة تكافل الشام من ريف حلب. أهلا بك سيد مصطفى، هل المنظمات تستطيع سد الاحتياجات خاصة مع المشكلات المرافقة لإدخال المساعدات إلى الشمال؟ في البداية مساء الخير عليك ياسر وعلى السادة المشاهدين. هلا اكيد المنظمات حاليا لا تستطيع ان تغطي كامل الاحتياجات في المخيمات السوريه في الشمال بسبب الحاجه الكبيره جدا. هاي الحاله هي متكرره حاليا للاسف مع بدايه كل شتاء. الاحتياج يحتاج الى امكانيات دول، وهذه الامكانيات اكبر من قدرات المنظمات العامله حاليا. المنظمات حاليا تعمل على الأحوج فالأحوج باستهداف فئات معينة في مناطق معينة، ولكن إمكانية تغطية كافة الاحتياج لكافة النازحين هذا الأمر فوق قدراتهم. نعم سيد مصطفى، إذن أين تكمن الصعوبات في تغطية المخيمات، وما هي المخيمات الأكثر احتياجا بين مخيمات إدلب ومخيمات ريف حلب؟ تمام. هلا هي الصعوبات الاساسيه هي بالحاله السوريه حاليا، كارثه النزوح في سوريا يعني بدات تفقد فريقها وصارت فارسي من الاهمال كثير من الجهات الداعمين او المهتمين بالشان السوري، فصار في نقص بالتمويل للمنطقه، عداك على انه الكم كثير كبير. حتى الحلول اللي بتنطرح كل شتاء هي حلول لتجاوز شتوية، هي لتجاوز فصل. الحلول الجذرية يتم العمل عليها، ولكن كما قلت هي تحتاج إلى إمكانيات دول. ما في منظمة أو منظمتين ممكن يشيلوا هاي الاحتياج. الحل الجذري هو استبدال الخيام بخيام أكثر ملائمة لحياة كريمة لحياة إنسانية للنازحين. سيد مصطفى، بالحديث عن استبدال الخيام، كان هناك عدة مشاريع لبناء قرى لنقل النازحين من المخيمات إلى مباني مسبقة الصنع تكون أكثر ملائمة لفصل الشتاء ولفصل الصيف ومقاومة للبرد والحر. ماذا عن هذه القرى وماذا عن هذه التجمعات التي بنيت؟ ياسر، الله، هي القرى ما تزال تبنى وبني جزء كبير منها ويتم نقل عدد كبير من النازحين إليها، ولكن أنت اليوم الأعداد عندك ما هو 100 ولا 1000 ولا 2000 عائلة، يعني الأعداد تتجاوز المليون، ممكن مليونين في المخيمات. فهذا الأمر حتى نحن بتكافل شغالين عليه، أكثر من منظمة شغالة عليه، باستبدال المخيمات بنازل مسبقة الصنع بخيام أكثر ملائمة، ولكن الأعداد يعني أعداد أكبر من أن تتمكن قدرات المنظمات حاليا من تغطيتها، رغم أنه ما زال يتم، وللآن أعمال البناء والإيواء قائمة على قدم وساق. نتمنى السلامة لأهلنا في الشمال السوري. السيد مصطفى سندا، منسق قسم المراقبة والتقييم في منظمة تكافل الشام، كنت معي من ريف حلب، شكرا لك. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا حول مرسوم العفو الذي أصدره الأسد، مشيرة إلى أنه يستثني مجمل المعتقلين السياسيين. وأشارت الشبكة إلى أن سلطة الأسد لم تفرج عن
3696 طفلا و 144 تجاوزوا 70 ممن شملتهم مراسيم العفو السابقة. وأضافت أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلا سياسيا، بينما يستمر احتجاز قرابة 135 ألفا ما يشكل 5% من الحصيلة الإجمالية، معتبرة أن هدف هذه المراسيم على كثرتها وتتاليها تضليل الرأي العام المحلي والدولي. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في اليوم العالمي للطفل تقريرا يرصد حصيلة الضحايا من الأطفال الذين قتلوا على يد جميع الأطراف في سوريا منذ 2011. ووثقت الشبكة مقتل أكثر من 30 ألف طفل، بينهم 198 طفلا تحت التعذيب، في حين لا يزال نحو 5000 طفل مختف أو معتقل قسري. وأضاف التقرير أن قوات الأسد كانت مسؤولة عن مقتل أكثر من 23 طفلا، والقوات الروسية عن قتل 2049 آخرين، وتنظيم الدولة مسؤول عن مقتل 958، في حين كانت قوات التحالف الدولي مسؤولة عن مقتل نحو 900 طفل. أما قسد فقد كانت مسؤولة عن مقتل 260، وهيئة تحرير الشام عن مقتل 74 طفلا، بينما قتل نحو 3000 طفل على يد جهات أخرى منها فصائل المعارضة. تشهد أسواق مدينة الباب بريف حلب الشرقي انتشارا كبيرا لمحلات بيع الألبسة الأوروبية المستعبلة والتي تعرف بالبالة، وسط إقبال الناس على التسوق منها بسبب جودتها ورخص أسعارها مقارنة بالألبسة الجديدة. مع دخول فصل الشتاء وارتفاع أسعار الألبسة الجديدة المستوردة وقلة الصناعات المحلية، بدأت الحركة التجارية في مدينة الباب شرق حلب تتجه نحو بيع الألبسة المستعملة أو ما تعرف باسم البالة بسبب جودتها ورخص أسعارها، لتكون مقصد العوائل في الآونة الأخيرة. الأوضاع المعيشية هون ضيقة، فبيضطر الشخص يجي على هيك أسواق بسبب الرخص اللي موجود فيها يعني. والعالم يعني راكدة على القطعة الرخيصة يعني بشكل عام، يعني قطعة 50 قطعة 70 قطعة 80، يعني العالم راكدة عليها بسبب الأسعار بغير أسواق، يعني الأسواق المدنية بشكل عام الأسعار غالية لدرجة 500 و 300. إذا الشخص عنده 5-6 أولاد فبيضطر يكون عنده مصروف هائل. تقدم هذه البسطات التي باتت منتشرة في جميع أسواق الباب وأحيائها السكنية حلولا للعوائل التي تعيش تحت خط الفقر، فقليل من المال هنا يؤمن كسوة لكثير من العوائل خصوصا الأطفال وفاقدي المعيل. أغلب العالم عم تلجأ للبالات الأوروبية كونه عم تفوت على المحلات عم تلاقي نفس الموديلات عند هذا المحل وعند هذا المحل، نفس البناطرين نفس الكنزات، لهيك الأغلب عم يلجأ للبالات الأوروبية كونه في شيء جديد عم ينزل على الساحة، يعني من ماركات من تياب يعني ممكن تكون ما أنا مستعملة بشكل كبير، فلهيك أغلب العالم عم تلجأ للبالات الأوروبية. تتنوع مصادر الألبسة المستعملة، فمعظمها يأتي من بلدان أوروبية ويتم شحنها عبر تركيا والعراق ومن ثم إلى ريف حلب الشرقي لتقلص الفوارق بين الناس وتكون مقصدا للجميع. تنتشر مشاريع الطاقة البديلة في عموم مناطق إدلب وخصوصا الشمالية منها، لأنها تعد فرصة حيوية تعود على أصحابها بنفع كبير. انتشرت مؤخرا مشاريع بيع الكهرباء إلى شركة جرين إنرجي التركية عبر ألواح الطاقة الشمسية شمال سوريا كمشروع محمد هذا الذي بدأه على أمل أن يستفيد من دخله، حيث بلغ عدد هذه الألواح حوالي 3000 مزودة بأبراج تعمل على إيصال الناتج للشبكة الرئيسية. نحن كمستثمرين بعد ما فتحوا باب الاستثمار راجعنا درسنا الموضوع وركبنا محطة 1 ميجا. طبعا العقد الاستثماري ممتاز، يعني تكلفة المشروع بتبدأ حسب الاستطاعة
يعني من 10,000 دولار وانت طالع، وبتحقق ربح تقريبا شهري 10% او من 50 إلى 10% حسب الشمس، حسب جودة الألواح وحسب عدة عوامل. وسط تفاؤل من المقبلين على هذا النوع من الاستثمار بتحقيق عوائد مالية جيدة رغم وجود بعض التوقعات بدرجة من المخاطرة تتمثل بعدم استقرار المنطقة أمنيا بشكل فعلي ومصيرها القابل للتغير كليا بين ليلة وضحاها لوقوعها على كافة الاتفاقيات والخلافات بين الدول الضامنة لمنطقة خفض التصعيد في إدلب. يبلغ سعر الكيلو الواحد المباع للشركة 8 سنت، لتبيعه الشركة 16 سنت. بعض المستثمرين والشركات الخاصة قاموا باستثمار بعرض أسهم للاستفادة باقي الشعب، تتراوح تكلفة السهم 1000 دولار بمعدل ربح شهري شي 50 دولار. طبعا هاي المشاريع فادت ورفعت كتير من الوضع الاقتصادي بالمحرر عن طريق تخفيض سعر الكهرباء من 22 سنت هلا اليوم سعر الكهرباء 16 سنت. يقول خبراء اقتصاديون أن هذه المشاريع يمكن أن تكون حلا جزئيا لمشكلة استجرار الكهرباء وليس حلا للمشكلة بشكل كامل بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في المناطق المحررة والمساحة الجغرافية الواسعة شمال سوريا، إلا إذا توسعت هذه المشاريع وتطورت مستقبلا ضمن نظام معين فيمكن أن تحل بدلا عن الكهرباء التركية. يجد الأهالي أن هذه الفرصة التي أتاحتها لهم شركة الكهرباء العاملة في المنطقة تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي وتؤمن مشروعا دائما لهم. أحمد يد، حلب اليوم، ريف أدلب. وصلنا وإياكم لنهاية نشرة المنتصف من قناة حلب اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم بود.